دكتور أدري سريعا في 3 دقائق برنامجك إيه؟ برنامج انا هتكلم عن برنامج القائمه كلها قائمه المستقبل تحت قياده الاستاذ عمر هريدي. احنا هتبدا عمليه عشان نشتغل صح لازم نحط الاطار العام اللي هنشتغل فيه. احنا الاطار العام بتاعنا لابد الاول نعرض المشاكل ايه الموجوده في نادي الزمالك. عندنا مشكلتين رئيسيتين موجودين في نادي الزمالك، مشكله تخبط اداري واضح وصريح ومشكله تخبط مالي واضح وصريح. مشكله التخبط الاداري يعني ما ينفعش واحنا اتفقنا كلنا في القائمه نادي الزمالك بمكانته العربيه والافريقيه نجاحه يتوقف على اشخاص، وجد الشخص ينجح النادي ويزدهر، اختفى الشخص ده توفى يعني ساب المنصب بعد خسر انتخابات اي حاجه الازمات تظهر والمشاكل تظهر وتتدهور حاله النادي. لا، نادي الزمالك اتفقنا وكلنا رؤيه في النقطه ديت انه لابد من الانتقال بنادي الزمالك الى العمل المؤسسي، وده كان المحور الاول من برنامج القائمه، إعادة الهيكلة المؤسسية لنادي الزمالك. أنشطة نادي الزمالك لابد من إعادة هيكلتها. المحور الثاني اللي هو التخبط المالي، برضو احنا قلنا إزاي فريق نادي الزمالك بمكانته وعرقته تحصل فيه أزمات مالية، يحصل فيه عجز في الموارد المالية. لا، نادي الزمالك والمشكلة الأكبر بقى أما يحصل العجز ده يتم تمويله يا إما من جيوب الأعضاء، أرفع قيمة الاشتراك عليهم أو أزود عضويات جديدة أو ألجأ للديون، والأمر من ده وده إن أنا أطلب إعانات على جثة نادي الزمالك. لقلنا موضوع المورد المالي ده لابد إنه تتوفر موارد مالية راسخة. إزاي بقى؟ إزاي بقى؟ ده المحور الثاني، البدائل التمويلية والاستثمارية ده المحور الثاني للعملية. فإحنا هنتكلم عن إعادة الهيكلة الأول سريعا دقيقة واحدة. إعادة الهيكلة هتهيكل الأنشطة بتاعت نادي الزمالك إلى قطاعين رئيسيين. قطاع للخدمات الاجتماعية ده هدفه ايه؟ خدمة أعضاء الجمعية العمومية فقط. أشوف ايه هي الطموحات والحاجات اللي عاوزاها أعضاء الجمعية العمومية، القطاع ده هيبقى هدفه تلبية القطاع ده، وده هيمول عن طريق أعضاء الجمعية العمومية. الأنشطة الرياضية ده هيبقى القطاع الثاني، يبقى قطاع الأنشطة الرياضية مستقل ليه مصادر تمويل مستقلة، وقطاع الأنشطة الاجتماعية ليه مصادر تمويل اللي هم اشتراكات الأعضاء. ما ينفعش أجمع اشتراكات من الأعضاء عشان أدفع بيها اجور اللعيبه. خد بالك انت بتتكلم في معادله ملهاش حل. لا، ليها حل. لا، انا هقول لحضرتك حاجه، قانون الرياضه بقى، انت بتتكلم في قطاع الكوره انه يغطي نفسه، اوكي. طب قطاع السله وقطاع الطايره وقطاع اليد وقطاع السباحه وقطاع كل الالعاب هتغطي نفسها ازاي؟ بدي كل الانشطه الرياضيه هتجمع داخل شركه نادي الزمالك للاستثمار الرياضي. ما انت بتتكلم في صرف كوره كبير جدا، فانت عايز تغطي صرف الكوره اللي هو بمئات الملايين. تمام. اللي هو بيصرف في السنه مش اقل من 300-350 مليون جنيه سنويا. تمام. والعجز كله بيبقى في النشاط الرياضي، ما في الكوره بالتحديد. تمام. لان الكوره هي اللي بتستنزف الايراد بتاع الاشتراكات والكلام اللي حضرتك بتقول عليه ده، بجانب فلوس بتيجي من الرعايه بقى التلت. تمام. في الاخر ما يسويش التلت او النص من المصروف. جميل. طيب. جدا. باقي الرياضات تمام هتصرف على نفسها ازاي؟ انت هتفصل ماليا، انت بتقول الـ 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 النشاط الاجتماعي ده قطاع هيصرف من خلال الايراد اللي بيجي من اشتراكات الجمعية العمومية ده حقها. تمام. انت شايف كده لان هو اللي بيدفع الاشتراك، هو اولى بالعائد بتاعه، صح كده؟ تمام. طب ازاي هتغطي النشاط باقي الانشطه الرياضيه؟ طيب. كلها انت بتتكلم، مش بتتكلم تنس طاوله، بتتكلم سباحه، بتتكلم كل الكلام ده. في كل دول العالم الاستثمار الرياضي ما فيش دلوقتي، ما كل دول العالم ما فيهاش انديه بتلعب 20 رياضه. الانشطه الرياضيه، ما انا اقول لحضرتك بالك الانديه في العالم كله بتلعب هي لعبه واحده او اثنين او ثلاثه بالكثير يعني. جميل جدا. بما فيها ريال مدريد وبرشلونه وكده. تمام. انا بقول الانشطه الرياضيه باختلاف تخصصاتها، في مثلا في فريق بيلعب سله، في فريق بيلعب طايره، في فريق بيلعب تنس، في كل الانشطه الرياضيه انا المجال اللي هخش فيه يبقى لازم اعتبره استثمار. طب افرض انا ما عرفتش استثمر. دول العالم كله بتعتبر دلوقتي الاستثمار الرياضي ده بتدعم بيه اقتصاديات دول، في اقتصاديات دول عالميه. وكلامك صحيح 100%. تمام. بس انا اقصد ان نادي زي نادي الزمالك بقيمته العاليه دي هو عنده عدد ضخم من اللعبات الرياضات. تمام. وفي كل رياضه خد بالك في فرست تيم، فريق اول وفريق 19 أكيد. وفريق 17 وفريق 15 في السله وفي اليد وفي الطايره وفي كله. كيف ستنجح في الوصول؟ لان الايراد على الاقل يساوي المصروف يعني في الرياضات الثانيه دي. تمام. انا لو اعتبرت كل رياضه برنامج خاص بيها مش هتعرف تغطي نفسها. مثلا لو بصينا في الميزانيات هتلاقي يعني اقصد انت عارف الصرف كام؟ قطاع السله مثلا صرف 35 مليون
وإيراداتهم لا تتجاوز 2-3 مليون. منين 35 مليون للسلة؟ من هقول لحضرتك هي الشركة اتحاد السلة كله بكل رياضاته بكل تسويقه بكل حواديته مش بكل هيجيب مش هيجيب الرقم ده بالضبط. ما دي المشكلة اللي واقع فيها النادي وواقع فيها كل الأندية المصرية. طب احنا شركة اما المشرع التفت للنقطه ديت ان اصبحت استثمار واصبحت في كل العالم. ايوه هتستثمر ازاي في السله؟ ما انا هقول لحضرتك انا هتكلم وهقول لك المجالات. الوقت بيجري مني فانا عايزك تخش لي على طول في مجالات الاستثمار بتاعت الشركه. احنا اولا عندنا في البيزنس ان عمليه التمويل تسبق عمليه الاستثمار. فانا لازم اتكلم الاول هجيب التمويل منين وهجيبه بشكل ايه. هيكل التمويل زي الدماغ والراس هيكل التمويل ده لازم اقول هجيبه ازاي. بعد كده بتنتقل لعمليه الاستثمار مجالات الاستثمار. فانا اما اتكلم في هيكل التمويل انا على فكره مش معترض انا بس معترض على الجمله. حضرتك قلت جمله في غايه الخطوره. قلت انه انا هقسم النادي قطاعين، قطاع اسمه النشاط الاجتماعي وقطاع اسمه النشاط الرياضي. جميل جدا. وانه كل انه قطاع منفصل بمصروفاته وايراداته. تمام. وانه الجمعيه العموميه بكل ما تدفعه في النادي ده يصب خدمة الأعضاء في النشاط الاجتماعي. جميل جدا. وانه النشاط الرياضي لازم يصرف على نفسه. جميل انا جداً. بس اعتراضي على ده لان عشان توصل للمعادله دي انت مش محتاج بقى اللي انت بتقوله ده، ده انت محتاج مثلا انك على الاقل تلغي مش اقل من 10 لعبات. لو مش هتقدر في لو عرفت حضرتك مجالات الاستثمار اللي هي متاحه لانه حتى القانون اما شرع يا فندم انا عارف جميع الخدمات الرياضيه. يعني قول لي مثلا انا هروح اعمل شركه هبيع كذا هعمل كذا هعمل كذا فانا في دراستي هيدخل لي 10 مليون. هل انتوا يعني عملت دراسه بهذه الدقه؟ اكيد طبعا اكيد. طب انا هاخد بس دكتور احمد واخد اجابه السؤال بعد ما اخد الدكتور احمد.